كيكه الجلاش. تعالوا نشوف محتاجين لها ايه. محتاجين لفه من الجلاش وخمس بيضات، وعندنا كمان فانيليا، لو فانيليا كمان سايله خلي بالكم مع عدد البيض اللي بيبقى اكتر بيبقى افضل، وعندنا بيكنج باودر معلقه كبيره، وعندنا كمان كوبايه ونص لبن ونص كوبايه سكر ونص كوبايه سمنه سايحه ورشه ملح، والشربات عندي كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه وليمونه وفانيليا وعود قرفه خشب. تاني هقول المقادير: لفه جلاش، خمس بيضات، فانيليا، بيكنج باودر، وعندي كوبايه ونص من اللبن ونص كوبايه من السكر ونص كوبايه سمنه سايحه ورشه ملح، والشربات عندي كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وليمونه وفانيليا وعود قرفه. تمام. طيب تعالوا كده، ايه اول حاجه هعملها؟ هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها الكيك. تمام كده. وهقوم دهناها بشويه سمنه. الصينيه اهي واحده واحده كده مع بعض، موضوع بسيط جدا. هقوم دهناها من الجناب كلها ومن الارضيه بشويه سمنه اهي. اهي السمنه كده شويه سمنه، خلاص تمام اهي. وبعد كده هقوم جايبه الجلاش بتاعي، لفه الجلاش بالشكل ده، وهبدا اخد ورقه ورقه او ورقتين ورقتين مفيش مشكله يعني، وهبدا بصوا يعني همسكهم كده اهو كده بالشكل ده واحطه بشكل كده عشوائي جنب بعض. اخد كده بصوا اهو، اي تطبيقه اي حاجه بالشكل ده وهكذا، احطهم بس جنب بعض ما سيبش اي فراغات ما بينهم خالص. وانا بحط الجلاش بالطريقه دي ناخد مدام سناء. مدام سناء استاذنك، مدام سناء معلش نوطي التلفزيون بس. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، استاذنك بس ممكن نوطي التلفزيون؟ حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. ده كويس؟ اه يا حبيبتي كله جميل منك وكله كويس منك. الله يخليك. وانت طيبه يا طيبه حبيبتي، وانت طيبه جميله. ايدك على اللي بتعمليه والله. الله يخليكي، الله يخليكي. اول مره تسلم. اشوف الكيكه بتاعت الجلاش. لا هتعجبك قوي كمان، جربيها بقى هتعجبك جدا على ضمانتي. حبيبتي اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. عايزه بس من حضرتك، من كنت طلبت من حضرتك قبل كده طريقه لا اله الا الله. معلش افتكري، انا معاكي. انا معاكي. أنا معاكي افتكري براحتك. صيام بقى، معلش. ألو؟ ألو ألو؟ طب حاولي تكلمينا تاني معلش. تمام؟ أهو شايفين الجلاش بالشكل اللي إحنا شايفينه ده كده. خلاص؟ وباقي الخليط اللي عندي الخمس بيضات هيبقى عندي خلاط، طبعا كلنا عندنا خلاط، الموضوع سهل جدا. هحط الخمس بيضات اهو، هحط الفانيليا، هحط السكر، هحط اللبن كله على بعض اهو، هحط السمنه نص كوبايه السمنه الصحيحة، دي كوبايه هحط نصها كده بس كده. تمام. رشه الملح، معلقه البيكنج باودر، كل باقي المكونات هحطها في الخلاط مفيش اسهل من كده. اللبن والسكر والبيكنج باودر والبيض والفانيليا كله كله والسمنه وكل حاجه هضرب كده ضربه في الخلاط بالشكل ده. في ايه؟ ما
بصوا كده تمام جدا. هجيب بقى الجلاش اللي احنا حطيناه بالشكل ده، ومش هعمل حاجة غير ان انا هنزل عليه بالخليط السائل ده. بص هو بيبقى سائل كده، ما تقلقوش يعني، كل ده هيمسك هيجمد اهو. تمام كده، حلو قوي. بعد كده هحطه في فرن على درجة حرارة 180، هسويه زي ما بسوي اي كيك، ما فيهوش مشكلة خالص. خلاص هدخله الفرن على درجة حرارة 180، شغال تحت بس زي ما بسوي اي كيك. خلاص السائل ده على فكرة خلي بالكو يعني هيرتفع شوية لان فيه بيكنج باودر، فكل السائل ده هيغطي شوية الجلاش، هيبقى باين حتت كده من الجلاش من فوق. تعالوا بقى نشوف الجلاش بعد كيكة الجلاش اهي، بعد ما استوت. بصوا ده شكلها، شايفين؟ شايفين طرية كيكة حلوة جدا، وصلت لكم اهو. هقوم جايبة بقى الشربات بتاعي كده اهي، بصوا اهي شايفين طرية خالص وحلوة جدا اهو. بصوا اهي باينة جدا معايا ان هي طرية قوي. هبدأ بقى اجيب الشربات بتاعي وابدأ كده احط عليها الشربات من فوق بالشكل ده اهو. ادهنها كده بالشربات، حلوة جدا وسريعة زي ما قلت لكم، بتاخدش وقت خالص اهي، مفيهاش اي حاجة. حابين تزينوها بشوية كريز، حابين مثلا تزينوها بشوية صوص فراولة، اي حاجة يعني. انا مثلا ممكن يبقى عندي شوية صوص فراولة، ممكن ازين شوية اهو اهو كده. مش مقفول اصلا، ازين كده باي حاجة، لو عندي كريز، لو عندي اي حاجة اقدر ان انا ازين بيها. انا عندي شوية صوص فراولة كده، هقوم مزينة بيه كده بالشكل ده اهو. كده حلو جدا. هبدأ بقى افضي الدنيا عشان ايه نغرف الرز بتاعنا. هبدأ بقى ايه اضرب كمان الشوربة بتاعتي كده. شايفين كيكة الجلاش حلوة ازاي؟